المشروع في القمة السبع هو تسلق أعلى قمة في كل قارة. بديت منه بالأولى 2011، من بعد ما تسلقت كيلمنجارو اللي هي أعلى قمة ديال إفريقيا، وتماك قلت علاش لا نشوف واش نقدر نختم هذا المشروع. فعلا بشوية بشوية بقيت غادا كل مرة تندير قمة، إلى أن تسلقت أعلى قمة العالم إيفرست العام اللي فات 2017. والحمد لله كنت فرحانه بزاف ملي كنت اول امراه مغربيه وشمال افريقيه، وحاليا ختمت على قمه ديال نونتاكتيك لو مون فانسن اللي كانت هي القمه الاخيره ديال الاختمام في المشروع، وكان يعني قمه جميله جدا بزاف بحكم انها تتوجد في قاره انتاركتيكا اللي هي قاره متجمده، فالبيزاج والطبيعه كانت رائعه جدا يعني، وكان الاحساس انك تعيش واحد القاره اللي خاويه اللي ما عايش فيها حتى شي حاجه، كانت مغامره كبيره وكبيره بزاف، وكذلك الظروف المناخيه كانت صعيبه وقاسيه، ولكن الحمد لله قدرت انني نتمكن نوصل القمه ونختم المشروع ديالي. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.